السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، اليوم معانا المحاضرة رقم 10 ضمن مادة الجيولوجيا اللي راح يعني نتكلم بيها عن الأيرث سفير، مجالات الأرض. What's mean of Earth sphere؟ احنا تناولنا بالمحاضرات السابقة التكوين الأصلي للأرض، وأخذنا نظرية السديم وشرحنا كل هاي الأمور عنها. فاليوم راح نجي نوضح فقط مجالات الأرض، وهاي موضوع كلش مهم. أنا حاولت أنزل لكم إياه بالمحاضرة بشكل مبسط جدا. What's mean of Earth sphere؟ There are three sphere، هنالك عندكم ثلاث مجالات من مجالات الأرض اللي هي وكأنه تقابل corresponding to the three state، تقابل ثلاث حالات للمادة اللي هي solid، اللي شي قابل لك يا غلاف، والليكويد شي قابل لك يا غلاف، والغاز شي قابل لك يا غلاف. فهسه نجي طبعا على هاي التسمية، على أساسها عندنا ثلاث، سبق وقلنا ثلاث أنواع، من هن أربعة بالأصل، لكن الأهم هم ثلاثة من أغلفة المجال الأرضي اللي هي بالأصل مكونة تعتبر للأرض. الصلد زون شنو اسمه؟ الليثوسفير، الغلاف الصخري، زين اللي هو يغطي لنا أكبر، واللي يغطي لنا الغازات كونفيرنج الغاز أو الأوشين شنو اسمه؟ هذا الأيرث سيرفيس، والغازات يشملنا يسمونه الاتموسفير، واللي يشمل الاوشين والسي يسمونه الهيدروسفير. تمام عيني؟ الغلاف المائي والغلاف الصخري والغلاف الجوي الاتموسفير. نجي هسه نشرحهم واحد واحد واحد. What's mean of atmosphere؟ الغلاف الجوي. The envelope of air، يقصد بها بالغلاف الجوي يعرف غلاف الهواء يسمونه، اللي شراح يصير covers، يغطي كل من اهم شيء اثنين، هذا هو المسيطر بكل الكره، يغطي اثنين، الغلاف الصخري والغلاف المائي. تمام عيني؟ It's known as atmosphere. It consists of، انه يتالف من شنو؟ تنتبهون عليها، من جزيئات الماء، الموكولوس اون دست، وذرات الغبار، واللي احنا ايش قلنا عليها، ممكن هذه تتكاثف او تكون مثل النواة وتتكثف وتكون الغيوم او غيرها، او الغازات الخاملة يشمل لي اللي هي الهيليوم والنيون، anything يعني، مجرد تعريف بسيط. بس اهم فقرة تنتبهوا لها هاي بالاخير اللي هي the air become، الهواء كل ما يصعد نحو الاعلى راح يكون كثافته اقل، less dense. هاي كلش ضروري من تشرح لي الاتموسفير، اذا جاك بالامتحان تنوه لي على هاي الفقرة، انه الهواء يصبح كثافته اقل كل ما ارتفع بالاعلى، الى ان يوصل مرحله كل ما يرتفع يصبح رقيق جدا، تو ثين، ولا يدعم الحياه، يعني ما يدعم الحياه الاعتياديه. تمام عيني؟ هاي ضروري تنتبهون. ثانيا الهيدروسفير، الغلاف اللي هو احنا نسميه الغلاف المائي. شنو يقصد بالغلاف المائي؟ It's a sphere، إنه كرة of water، من الماء تحيط الأرض. Consist of، أوكي، هو كرة مائية تحيط بالأرض، تتكون منين؟ تتكون من الهواء الممتص. تمام عيني؟ Observe air. وش تحمل بداخلها؟ تحمل بداخلها جزيئات الصخور اللي And it carries particle of rock of sediment as sediment. الwater covers، يغطي تقريبا ايش قد من الكرة الأرضية؟ 3 الى 4 من سطح الكره الارضيه، ثلاث يعني من ثلاثه يعني ثلاث ارباع الكره الارضيه. موست اوف ذيس لاين، يقع وين بيش تتمثل الهيدروسفير؟ بالجزء الاعلى، يتمثل بالاوشين. تمام، اللي هي المحيطات. بعد شنو يتمثل؟ يتمثل بالريفر، بالانهار. بعد شنو اللي يمثله؟ البحيرات، المياه الجوفيه، الجراوند ووتر، البوند. تمام، هاي ضروري جدا تذكرهن، ممثلات كل ما شي يمثل. نجي الليثوسفير، شو يقصد بالليثوسفير؟ الغلاف الصخري اللي هو قلنا صلد. It's a solid surface contained، شي يمثل لي الحوض الارضي مال الاوشين بيسن. بعد شي يمثل لي السهول، المونتين، الجبال، الهضاب، الوديان، الكثبان الرملية، هاي كل هاي الامور يمثل لي اياها. The interior of the earth، وقلنا هذا منين يتألف الليثوسفير؟ يتألف من الروك and mineral. الليثوسفير ايش قد يشغل؟ هاي معلومة عامة، كومبريز معلومة عامة مجرد انه تعرفها.
نجي البايوسفير، هذا كلش مهم، هذا ما تناولته انا هناك، لكن هذا ضروري تعرفه، يقصد به المحيط الحيوي اللي انت تعيش به حاليا. يشمل ان البايوسفير يشمل ان جميع الكائنات الحية، كل الكائنات الحية على وجه الارض هو تعيش ضمن محيط يسمونه المحيط الحيوي اللي اسمه البايوسفير. تمام عيني؟ شو هذا يحتوي على الغازات اللي هي يقدر يعني يتألف من؟ يعني لا تلاحظ هاي الصورة تشترك هاي ثلاثتهم، هذا اللون الأخضر هذا يمثل لك البايوسفير. فالبايوسفير قلنا إنه هو يتألف من مثل ما قلنا إنه يعني المحيط الحيوي يشمل لك جميع أنواع الكائنات الحية اللي تعيش على الأرض، أشكال الحياة أيضا، الغازات اللي هي الغازات اللي الأوتو بالأغلب من الغلاف الجوي، المياه، المغذيات، يعني المغذيات الغلاف الصخري، كلها هاي العوالم العظيمة راح تتقسم بيها. فهذا اسم البايوسفير. تمام، بس حبيت انه اتطرق له، هو عبارة عن ناتج من اتحاد هذولي المجالات الثلاثة للكرة الارضية. نجي هسه الانتيرير اوف ذا ايرث. شو يقصد بيها الانتيرير اوف ذا ايرث؟ يقصد بيها، يقصد بالانتيرير اوف ذا ايرث، هسه الآن وصلنا إلى موضوع آخر موضوع ضمن المحاضرة رقم 10 اللي هو Interior of the Earth. هذا هنا راح يتكلم عن مكونات الأرض بصورة عامة. تتألف الأرض من ثلاثة، هاي كلش ضروري، يعني هذا الموضوع كلش مهم، وكذلك الرسم السكتشاب مالته هذا مع هاي التأشيرات الأولية فقط، مو هذولي، كل مطلوبة أيضا من عندكم. نتكلم هنا عن القشرة والقلب المعدن مالتها الكور، وشلون احنا نسميها الطبقة الوسطية، او يعني الاسم العلمي لها يسموه وشاح الارض. هسه نجي على كلمة كلمة، القشرة what's mean of crust of the earth. طبعا ايش قد تراوح سموكها كمعلومات هاي عامة، يعني thickness of crust varies، يعني ايش قد تراوح من 5 الى 11 كيلومتر in the ocean حسب، لان احنا نعرف قشرة الارض تختلف، فلذلك حسب ايش قد سمكها اذا كانت ضمن الاوشن واذا كانت ضمن القارات او المناطق اليابسه ايش قد، كذلك الكثافه مالتها، هذه غير مطلوبه من عندك كمعلومات عامه. نجي الموضوع الثاني اللي هو يسمونه المنتل اوف ذا ايرث، وشاح الارض، وسمين ايضا هذه كمعلومات عامه، الثيكنس اللي خاص به، ثيكنس اوف لاير، اذا كانت تتضمن سوليد روك انيثين من الكريست، هاي الغاز المعادن اللي يضمها، لذلك نقول احنا ضمن المنتل اغلب المعادن مال الارض هي ضمن الطبقه الثانيه اللي هي هاي، تلاحظ هنا هذا الكريست هاي اعلى شيء. دور نجي هنا الابر، الوشاح مال الارض يتقسم الى ثلاثه، ابر ولور والوسط القلب، يعني القلب الوسط يسموه سنتر اوف منتل. الدور نجي هنا ايضا الكور، هذا هنا ما مطلوب من عندك الشرح مالته، فقط معلومات عامه شو يتضمن، يعني تكتب لي انه يتضمن مثلا الكومبوزيت اوف مثلا المينرال، ثيكنس مالته بشكل بسيط فقط. تمام عيني؟ وكذلك تتناول لي موضوع درجه الحراره اللي بيه، تقول لي التمبرتشر مالته ايش بيه؟ جراجولي انكريز ويا من؟ مع العمق وذ ديبث. تمام؟ هاي فقط تتناولها، وايش قد توصل درجه حرارته؟ الى 4400 درجه سيليزيه. نجي اخر يعني طبقه من مكونات الارض اللي هي الكور، يسمون احنا لب الارض، او يسمونها هو جوهر الارض او لب الارض. هاي ايضا هاي مهمه، هاش تتناول بيها، يعتبر لب الارض يسمونه انمير موست بار اوف ذا ايرث، يعني شو يقصد بيه؟ يقصد بيه انه هو الاعمق جزء من الارض. الثيكنس مالته ايضا كمعلومه عامه لك، لكن اهم فقره يحتوي على المعادن، بس يا معادن حدد لي اياها، يحتوي على معدن الحديد الاف اي، وعلى معدن هاي كلش مهمه، هاي المعادن تتناولها النيكل، يعني يختلف عن هناك، لاحظ هناك يحتوي على الاوتو، الومنيوم، سيليكون، منغنيز، لكن الحديد وين يتواجد والنيكل؟ يتواجد ضمن الكور للارض، جوهر الارض او لب الارض. فالحديد المذاب ايضا تتراوح درجة حرارته أكيد بالأجزاء العلوية، هو تعرفون درجة كل ما احنا وصلنا إلى لب الأرض درجة الحرارة راح تزداد وراح تختلف، هنا دي يقول لك temperature varies from من 2200 درجة سيليزية upper part إلى 5000 درجة سيليزية based on على إلى كل ما نوصل للإنر كورف احنا راح تزداد درجة الحرارة تكون مختلفة أو تتغير. نجي وأهم معدنين قلنا إنه يعني متواجدات بيهن
هو معدن الحديد المذاب، الصلد مذاب، وكذلك معدن النيكل. وهذا الرسم مطلوب، لكن هذا الرسم الأول الخاص بهناك. هنا أول رسم اللي يتكلم عن مجالات الأرض، هذا ما مطلوب، فقط للاطلاع، لكن هذا مطلوب أيضا، هذا مطلوب. هنا راح يعني من إذا أجاك السؤال تسوي لي سكتش أب تلقائيا خاص بأغلفة الأرض. وهنا أيضا هذا الرسم اللي هي يمثل لك مكونات قشرة الأرض أو التكوين الجيوغرافي للأرض، هاي أيضا مطلوب عندك. بالنسبة لموضوع الإسقاطات الجغرافية وغيرها ما راح أتناول لكم إياها، والماج بروجكشن حتى على أساسها تسقط، وإحنا نمتد من نظرية السديم على أساس هذا الموضوع، أنه نقسم أنه عمق الأرض وشلون أسوي ماج بروجكشن يعني هاي حاليا يعني تكون مو إلكم، ممكن تاخذوها بالمرحلة الرابعة من مادة الريموت سنسنج. محاضرتنا لهذا اليوم انتهت. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار تقدروا تراسلونا على القناة. ألتقيكم إن شاء الله بالمحاضرات الأخرى ضمن مادة الجيولوجيا الهندسية. دمتم بأمان الله وحفظه.